في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لاجتماعات البنك الإفريقي للتنمية بمدينة شرم الشيخ، قال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله أن الدول الإفريقية ليست بحاجة لقروض مرتفعة التكلفة، مضيفا أن الدول القارة تحتاج إلى الاستثمارات المباشرة والتمويل منخفض التكلفة. وفيما يتعلق بمؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، فإنه قد يكون من المناسب أن تنظر تلك المؤسسات في اتباع نهج جديد لمساندة دولة القارة الأفريقية، دول القارة الإفريقية، بحيث لا ينحصر دورها في تقديم القروض وما تفرضه من أعباء متزايدة على اقتصاد دول القارة، وإنما العمل على زيادة تدفق قنواتها التمويلية تجاه تشجيع الاستثمارات في المشروعات البيئية والتنموية التي تعزز التنمية المستدامة.